كلام وزير الدفاع بيرد عليه كلام من الرئيس التركي، ده وزير الدفاع الأمريكي بيرد عليه كلام من رئيس الدولة التركية السيد رجب طيب أردوغان في تصريح واضح، وبيقول لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع في غزة. ده الكلام ده ببساطة قاله يوم السبت الرئيس رجب طيب أردوغان، إن قال إن نهج إسرائيل المتشدد ضيع فرصة تحقيق السلام في غزة بعد الهدنة الإنسانية. وإن تي في نقلت عن أردوغان وهو على متن طائرته أثناء عودته من الإمارات إنه لم يفقد الأمل في السلام الدائم هناك، وأضاف لا يمكن استبعاد حركة حماس من أي حل محتمل للصراع، موضحا أن إقصاء الحركة أو القضاء عليها ليس واقعيا. وأنا عايز أقولك أن الكلام ده بشكل أو بآخر بيتضامن معاه وبيؤكده الرئيس إيمانويل مكرون. إيمانويل مكرون ما قالش الكلام ده صراحة، ولكن قال لإسرائيل إذا أردت القضاء على حركة حماس كليا فأنت عايزة تحاربي 10 سنين، فاستبعاد حماس من المشهد أو أي مشهد في أعقاب هذه الحرب أردوغان بيقول أنه مش منطقي، وبيؤكد الكلام ده تصريحات مكرون الغير مباشرة اللي بتقول أن القضاء على حماس محتاج 10 سنين ومش مسألة وقتية أو لحظية أو سنة واتنين. نروح للمفكرة التركية الكبيرة إيجين أغلو. إيجين أغلو معانا فيديو ليها وهي بتقول لا أعتقد أن هناك الآن شعبا آخر في العالم أكثر شجاعة من سكان غزة. الإشادة بالشجاعة، بشجاعة الفلسطيني في غزة، محل إشادة من كاتبة ومفكرة تركية وناس كتير حول العالم. أنا قريت بوست النهاردة لسيدة بريطانية بتقول إن أمها اللي عندها 91 سنة بتحب تشوف الفيديوهات بتاعت المقاومة الفلسطينية وبتسأل عنهم وحريصة عليهم جدا وحريصة على صحتهم وواقفة معاهم وبتشيد بيهم بشكل كبير.